السلام عليكم، أسعد الله أيامكم، كيف أموركم؟ عساكم بخير. وش هالأجواء الزينة يا هالجدة، ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء تفتح النفس. أنا بقول لكم شيء، وأدري ومتأكد تمام التأكد أنكم بتحتاجون هالإعلان في رمضان. أنا أختي الغالية وأمي الغالية لما تدخلين المطبخ وبتسوين لحم السمبوسة وبتقلين السمبوسة، كم تأخذ منك دقيقة؟ تأخذ منك من 40 دقيقة إلى ساعة. أنا أقول لك الآن عندنا منتجين تخلص لك هالشغلة كلها في 10 دقائق أو 15 دقيقة إذا هي يعني كثيرة. السمبوسة وتفرمين اللحم وتحطين خضرواتك معها، بعدين تطلعينها وتلفين السمبوسة وتحطينها في القلاية. في القلاية ما تأخذ من 3 دقائق إلى 4 دقائق. في القلاية ما تاخذ من 3 دقائق الى 4 دقائق. خلونا نشوف الله مساء خير. والله يا ابو عمر ما قصرت، ان شاء الله انك بتغدينا وبتزبط امورك. يا ولد انت علامك. اول شيء ليش ما جبت لنا غدا وخليت نرتاح؟ ابغى اجرب المنتجات هذه. القلاية؟ اي عشان توري متابعينك. ليش تاخذون جاهز وفي عندنا قلاية ونقدر نوفر؟ انا اشوفك يا ابو عمر انك متوتر، هذه قلاية آمنة يا قلبي. ما هي هذيك الدائرية اللي تقول بها كذا صح، تحس بتوتر وممكن تكون غير آمنة. هذه القلاية آمنة يا أبو عمر على الكهرب، فهذا صادق والله. وتشوف يعني شغلنا القلاية وحطينا الزيت، بس ننتظر يحتمى، بعدين نحط النقط تحت مع الزيت، بعد إلى 6 دقائق وانت جاهزة كل شيء، سواء كان مجمد ولا كان عادي مو مجمد. من 4 إلى 6 دقائق على 180 درجة ويخلص شغلك على طول. شوف كيف حمرت وحنا باقي ما لنا دقيقتين. يا بولما ما شاء الله تبارك الرحمن، في أقل يمكن من 5 دقائق، في أقل من 4 دقائق خلص النقط كامل. خلص النقط، بس حنا زودنا عليها. شوف كيف اللون راح غامق شوي، يعني نسيناها شوي أو تأخرنا عليها شوي. أيوة تأخرنا عليها نص دقيقة. أهم شيء إنها صارت الآن مزبوطة. صارت مزبوطة جد. الحين بننزل البطاطس، خلصنا من النقط وبننزل البطاطس. خلونا نشوف كم ياخذ دقيقة بالضبط على درجة 170. بسم الله ما شاء الله. عمر تكفى، والله اني جوعان انا مثلكم. صح اني انا معذب إيه؟ ما ممكن ناكل قبلكم. شوفوا كيف البطاطس خلال 3 دقائق بدا يحمر. انا بطلع، انا ابغى الوزنية هذه صراحة. خلوني اطلع. وهي البطاطس بسم الله تذوق ما شاء الله، اتاكل كل شيء ما شاء الله. كيف تاكل طيب؟ تذوق انت حطيت؟ ايه اوه يا ولد، انا اكل شيء المعزب اكل كل شيء. والله احنا ضيوفك، احنا قبلك وانت تاكل من بعدنا. يس شوف 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 البطاطا مقرمش ما شاء الله. تعطي والله تكفى يا ابو انا قبل كمان ارش عليك، ارش عليه ملح لكم وانت موجود. ما يحتاج ملح، انت موجود قبل ملح يا قلبي. لو سك انت الملح كلك ملع. خواتنا وامهاتنا الغاليات، اذا ما جهزتي سمبوستك حد الان، اخذي هالفرامه واخذي اللحم اللي بتقطعينه وحطيه في الفرامه وتشوفين كيف تقطيعها ما شاء الله تبارك الرحمن. ابى اوريكم الان قدام عيونكم. خلونا نبدا. بسم الله نحط هذه زي كذا ونحط هذه يا طوال الاعمار هنا، نوزنها. خلونا نبدأ نقلب اللحم. شوفوا كيف مع البصل، حطيت بصل مع اللحم. خلونا نشوف كيف الحركة. شوفوا اللحم قبل الفرم وشوفوا اللحم بعد الفرم قدام عينك يا طويل العمر. وخلال نص دقيقة الفرامة قوية جدا هذه يا جماعة خير، وخاصة اللي عنده خضروات بيقطعها في ويفرمها وبيحطها على الكبسة، بيحطها على السمبوسة، يحطها على أي شيء، فواكه، يحط معاها حليب وتزين في هالفرامة، كل شيء، مكسرات، دجاج، تفرم لك الفرامة هذه كل شيء. لا تفوتكم يا جماعة الخير. بالعادة يا بولما أنا متعود في شغل المطبخ والأشياء هذه والقهوشي أقول بيض الله وجهك يا بولما، عز الله أنك اجتهدت، عز الله أنك ما قصرت، عز الله أنك تعبت، لكن مع القلاية هذه والفرامة هذه بيض الله وجهك، بس عز الله انك ما سويت شيء. والله عطاني بدي بدروي. هي اللي اشتغلت يا
اي بس انا اللي سويت خلاص. ايش رايك تعبت؟ ايش رايك نخلي القلايه والفرامه في المطبخ ونقعد احنا ننتظرها تشتغل؟ لا لازم واحد يشتغل فيها. بس والله انها ما شاء الله تبارك الرحمن تنجز لك على طول. عيال ممكن سؤال أوريك في الصورة ومتى تسوونها دائما؟ وش الحركة هذه متى تسويها؟ وش الصورة؟ أبغى تسويها الصورة يا أبو محمد. دقيقة لا دقيقة أنت يا خطيب تسوي هالصورة. والله يا رجال يا ولد أشوف مارادونا متى تسويها؟ إذا 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 في واحد يناقرني دائما نفست عليه. قهرت صح والله العظيم. اني عم حركاتك دائما تسويها معنا والله. خلود متى تسوي هالصورة؟ متى تسوي هالحركة؟ ها؟ من كفشت؟ لا بالله حد كفشني وصادق. ايش تسوي؟ ها؟ ايش تسوي؟ اقول كذا. ما شوف الصورة زين. لا شوف الصورة زين. ركز ركز. هذا زي اللي يسوي البنات لما يسووا كذا البعض. ايوه حرة زي الهلال لما يسوون كذا. لا انا احس اني كذا اذا انكفشت يعني وجهي يتغير او يطلع شكلي كذا غريب. تدرون انا متى اسوي هالحركة يا جماعة خير؟ اذا كنت في مجلس واحد تكلم والكلام هذا يخص بخطيب بعرف انه مغص بخطيب اسوي زي كذا. والله العلي العظيم اني ولا اذا صرت تفتت ولا صرت تفتت بين اثنين والله انا انك تحريبه. اذا صرت في المجلس بين اثنين ودي افتت بينهم اسوي الحركه هذه. اي والله عز الله انك اي والله اني انقهر منك اكثر من قال كلمه لاني طبقني مدام سعيد في حاجه مدام ترى في طبع كذا. اي لا واحد لسع الثاني يقعد يطالع ليه؟ خلاص سوي نفسك انك ما انت منتبه يا اخي تفضح انت. انت ما عندك جبر الخواطر عندك كسر الخواطر.